مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ان. اليوم تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمونستير من إيقاف عنصر تكفيري يحرض على قتل رئيس الجمهورية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إضافة إلى تنزيل تدوينات يحرض فيها على الجهاد. واليوم أكد كاتب عام للنقابة الجهوية للقوات الأمن الداخلي بالمونستير مراد بن صالحة لشمس إي إف إم أنه مباشرة قضية عدلية من أجل الاشتباه فيه في الانضمام إلى تنظيم الإرهاب. كما كنت تسمعوا اليوم مراد بن صالحة قال بزيدوا معنا يثبتوا مع الشخص ذا تبديش ثم خلية إرهابية تحب تغتال رئيس الجمهورية، والسيد معنا يهبط في تدوينات على الفيسبوك يحب يغتال رئيس الجمهورية، وحنا معلينا كان نقول إن شاء الله ربي يستر بلادنا ويستر ويحمي رئيس الجمهورية قيس سعيد، خاطر بالرسمي وقف وقفة كبيرة ياسر مع الشعب التونسي في ظرف صعيب كيما هكا. صعيب ياسر تلقى رئيس كيما قيس سعيد. وراك نكون وصلنا لنهاية الموضوع، ما تنساش باش تعمل لايك للفيديو.